يسعد صباحك هبه واروى، واكيد لضيفكم الكبير كريم. بدي احييكم من هون من ساحه الامويين، طبعا هي اللي تعتبر احدى اهم الساحات الرئيسيه بمحافظه دمشق، وطبعا من هي الساحه مثل ما بنعرف بيتفرع عنا مجموعه من الطرق الاساسيه والرئيسيه والفرعيه اللي بتؤدي لمناطق دمشق وريف دمشق ايضا. مشاهدينا، نحن اليوم نقلتنا هي رح تكون بمثابه تحيه بصراحه لرجال الشرطه، هذا الشيء نحن عم نحكي بمناسبه، يعني طبعا مثل ما حكى ضيفكم الكريم انه بكره بيشهد اليوم العالمي للمرور، بالاضافه انه هو ايضا بيصادف بذكرى الاسبوع المرور العربي. طبعا نحن لما بنحكي عن رجال الشرطه فنحن عم نحكي عن رجال فعلا هن عم بيقدموا جهد كثير كبير، بيكفي انه نحن نقول انه هن بيتموا على مدار 9 ساعات متواصله بي 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 يعني بالطريق، وهن ايضا بيبذلوا الكثير من الجهد سواء كان بالشتاء بالصيف. يمكن هي الادوار تكون يعني شوي نحن غافلين عنها، ولكن بيبقى من دورنا ومن واجبنا انه نحن اكيد نحييهم ونوجه لهم باسماء التحيات و كتعبير عن الجهد اللي هن عم بيقدموه بتنظيم حركة السير. ومثل ما قال ضيفكم الكريم مشاهدينا، يمكن حركة السير بأي مجتمع هي تعتبر دلالة وتعتبر مؤشر على مستوى التحضر الموجود بهذا المجتمع. نحن اليوم رح تكون لنا وقفات أكيد مع رجال الشرطة ومع بعض من السائقين اللي أيضا نحن منحييهم بيوم المرور العالمي، كونه هن أيضا معنيين بكثير من الشروط اللي لازم تكون متوافرة أيضا بحركة السير. اليوم بدي أقول طبعا أحد رجال الشرطة الموجود معنا هون بساحة الأمويين، بدي أقول لك يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير. وانت بخير، يسعد صباحك وألف خير. نحن اليوم نحن بكرة إذا الله راد رح نشهد يوم المرور العالمي، هذا اليوم برأيك شو أهميته وشو أهمية أنه يكون فعلا في قانون سير ناظم لحركة السير بأي مجتمع لحتى فعلا هو يضمن حقوق السلامة للجميع؟ طبعا القانون هو الضابط الأول والأساسي لحماية المواطن والأمن ولسلامته من أي وقوع حادث أو كارثة مأساوية بسبب حادث مروري، الالتزام فيه واجب على كل مواطن. نحن لما بنحكي فعلا يعني عن حركة السير، وحضرتك أكيد هلا ضمن يعني دوامك المخصص لهذا الموضوع، نحن بنحكي عن مخالفات، نحكي يمكن عن بعض التجاوزات من بعض السائقين، برأيك شو هي أهم هاي المخالفات وشو هي أخطرها بالنسبة للسائقين؟ طبعا المخالفات أنواع، نحن بهمنا بالدرجة الأولى المخالفات التي تخل بالسلام العام للأخوة المواطنين، اللي بيجوز تسبب حادث وقوع حادث مروري، أهمها مثلا تجاوز الإشارة أو المرور الممنوع بعكس اتجاه السير، أو الوقوف المفاجئ على المنعطفات أو تحت الأنفاق. احنا رح نحاول مع حضرتك أيضا نكون على تواصل مع أحد السيارات اللي ممكن أو مع أحد السائقين اللي هنا ممكن أيضا يكونوا موجودين بالشارع، فما بعرف إذا في مجال نحن فعلا نوقف أحد السائقين، يمكن في سيارة قادمة رح نحاول أيضا نكون على تواصل مع السائق الخاص فيها. بدي توجه للجهة الثانية بلكي مرحبا عمو، يعطيك العافية. كلا وانت بخير. انت بخير ان شاء الله. عمو، نحن بكرة إذا الله راد رح يكون يوم المرور العالمي، طبعا يوم المرور هذا بيكون له علاقة سواء برجال الشرطة أو حتى بالسائقين، بهي المناسبة شو بتحب توجه أيضا كلمة سواء لرجال الشرطة أو حتى بما يتعلق بقواعد السير؟ الله يطولنا بعمرهم ويطولنا عمر سيادة الرئيس، والحمد لله الشرطة كلهم مناح كلهم بخير وما في أحسن من هيك أبدا أبدا. كل الأخواتنا وكلياتنا سوا. يعطيك العافية عمو، إن شاء الله كل عام وأنت بخير يا رب. شكرا لك. مشاهدينا أيضا رح نكون وأنتوا أهلنا وأحبابنا. الله يسلمك عمو. تحب أيضا أنت توجه له شيء أيضا؟ طبعا كل سنة هو سالم وإن شاء الله الله بيحميه. الله يسلمك عمو. شكرا، بنتمنى لكم أكيد الوصول بالسلامة، توصلوا بالسلامة يا رب. يعطيكم العافية. فلسطين وحي الشعب السوري كله والجيش العربي السوري كله وشهداء المرور اللي ضحوا بارواحهم مشان يمشوا السير ويامنوا الناس، وشهداء المدنيين والعسكريين، والله لا يوفقهم اللي كانوا سبب بخراب هالبلد. تركيا والاردن ولبنان وقطر والسعوديه، الكلاب اللي انا درست عندهم هناك 20 سنه، علمتهم الحروف وعلمتهم الابجديه، الله لا يوفقهم. واحيي الرئيس بشار الاسد على مواقفه، يقبر قلبي ويسلم لي، يسلم لهالشعب وهالجيش. شكرا لك مدام، وبنقول اكيد كل عام وانت بخير. اكيد نحن كسوريين دائما نحن متعودين فعلا انه نكون دائما سند للجميع، بدنا نقول يعني السلامه والتحيه فعلا مثل ما قالت المدام اللي كانت معنا لكل شهداء يعني المرور اللي ايضا كانوا هن ضحيه بالنسبه للاستهداف اللي كان يعني موجود سواء بما يخص الشعب السوري او حتى سوريا عموما. نحن بدنا ايضا نتشكر عمو، شكرا لك، يعطيك العافيه. وبدنا نشكرك ايضا، يمكن هذا الكتيب اللي حضرتك اعطيته اياه هو خاص ايضا مشاهدينا مثل ما عم نشوف هو بالنقاط والمخالفات المروريه واصول المحاكمات.
مصغر عن قانون السير للاخوه المواطنين مشان يتثقفوا فيه ويعرفوا المخالفات وكيف يتجنبوها وشو عقوبتها. تماما، شكرا اكيد لك، يعطيك العافيه. بدنا نرجع نقول كل عام وانت بالف خير يا رب. وانت بخير وولدنا بالف خير. مشاهدنا رح نتوجه ايضا مع بالتحيه ورح نحاول نعايد ايضا احد عناصر رجال الشرطه اللي موجودين معنا هلا مثل ما قلنا بساحه الامويين. بدنا نقول لك يعطيك العافيه وكل عام وانت بخير يا رب. كل عام وانتم بخير والوطن كله بخير ان شاء الله. بالف خير يا رب. نحن بكره اذا الله راد رح يكون يوم المرور العالمي. نحن بهي المناسبه حابين فعلا نوجه تحيه لكل رجال الشرطه اللي هن عم يبذلوا كثير من الجهد لتنظيم حركه السير. حركه السير باي مجتمع من المجتمعات برايك شو لازم يكون متوافر فيها وشو اللي هو المطلوب سواء من رجال الشرطة أو حتى من السائقين العام؟ هو أهم شغلة السلام العام إن كان للمواطن ولا الآليات. نحن مهمتنا هلا تسهيل حركة السير ومنع أي حدوث أي حادث متفاجئ فيه أو بتفاجئ فيه السائق. بنخفف السير إذا كان ممر مشاة بنخلي المشاة بتمر عم يتمهلها. يعني هالأمور هاي نحن موزعين مشان هالمهمات هاي، بالإضافة إلى قمع المخالفات شو ما كانت المخالفات، لأن قانوننا لا يوجد فيه أي ثغرة نافذة إلا مخالف موجودة في المخالفات. شو هي أهم المخالفات اللي يمكن حضرتك رجل شرطة يمكن أنت عم تكون يعني قائم على ضبطها وعلى فعلا ضبط المخالفة بحق اللي عم يرتكبها؟ هلا في مخالفات عديدة بالنسبة لقانوننا، من مخالفة السرعة الزائدة، من وقوف ممنوع، اشغال رصيف، يعني في كذا مخالفين نحن نقوم بمنع كان نحن دوري الضابطة ولا الرافعة ولا كلياتنا حسب توجيهات الرؤساء. مرة ثانية بدنا نقول لكم يعطيكم العافية وشكرا لكم، كل عام وانتم بخير. يعني وانتم بخير والوطن ان شاء الله كله بخير. إذا مشاهدينا مثل ما شفنا هلا كان لنا وقفة مع بعض يعني عناصر الشرطة اللي موجودين هون بساحة الأمويين. بنرجع بنقول كل عام وأكيد كل رجال الشرطة بألف خير وكل السائقين بصراحة هنا أيضا بألف خير. نحن اليوم رح نكتفي بهذا القدر الممكن، وبلكي إن شاء الله بكرة أيضا بمناسبة يوم المرور رح يكون أيضا في تذكير وتنويه ل يعني الدور اللي عم بيمارسوه رجال الشرطة عموما. رح أرجع حيي زملائي بالاستوديو هبة وأروى وايضا ضيف الكريم الموجود معكم. عوده لكم من جديد بالاستديو زملائي. شكرا لك جندا، شكرا لكل رجال الشرطه الموجودين هلا بساحه الامويين وطبعا المنتشرين بكل المناطق لينظموا السير في سوريا، وهو دليل على وجود دوله وهيبه هذه الدوله وهم يمثلون هذه الدوله. بالمناسبه جندا كل عام وانت بخير كمان، ولايقت لك كثير السداره اللي حاطتيها الطاقيه وان شاء الله كل عام وانت بخير. بس بدي لجندا جيبي لنا وحده معك كمان لانها حلوه كثير.